أما بالنسبة للشهيد الجديد الخامنئي بواسطة كلابه، ولذلك كلاب الخامنئي كانوا يمانعون بنحو من الأنحاء زيارة المؤمنين والمؤمنات للمركز الشريف. أليس هذا يدل على أن الخامنئي ناصبي؟ على أن الخامنئي ناصبي؟ على أن الخامنئي ناصبي؟ على أن الخامنئي معروف عن عمر أنه كان يضرب النساء، وكان يأمر كلابه بضرب النساء. أما علي عليه السلام فلم يضرب النساء، ولم يأمر أنصاره بضرب النساء. فهل هناك شبه بين الخامنئي وبين عمر، أم شبه بين الخامنئي وبين علي عليه السلام؟ من هنا اقترح بعض المؤمنين أن يلقب الخامنئي من يوم الثلاثاء الأسود وإلى يوم القيامة بعمر الخامنئي بدل علي الخامنئي. هو الخامنئي شبيها بيزيد؟ وهنا اقترح بعض المؤمنين أن يلقب الخامنئي من يوم الثلاثاء الأسود وإلى يوم القيامة بيزيد الخامنئي. هنا أليس هناك شبه شديد بين الخامنئي وبين الشيخ؟ عفوا، أليس هنا الخامنئي أنزل وأكثر خسة ودناءة من الشاه؟ من هنا إذا لقبنا الخامنئي حسب اقتراح بعض المؤمنين بالشاه خامنئي يزيد في هذه الزاوية، في هذه الناحية، لأن كلاب الخامنئي بعض المؤمنين أن يلقب الخامنئي من يوم الثلاثاء الأسود وإلى يوم القيامة بصدام الخامنئي بدل علي الخامنئي، لأن الأسلوب أسلوب صدام الخامنئي ضد الغيرة. الخامنئي ملحد ناصبي وحشي ضد الغيرة، لا يعترف بكرامة الإمام الهادي عليه السلام، ولا يعترف بكرامة السيدة المعصومة. وإن أحببتم فقولوا معي: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن الخامنئي لعنا وبيلا، وعذبه عذابا شديدا أليما، واحشره مع قنفذ والشمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا شيعي، أنا شيعي وافتخر باسمي، أنا شيعي، أنا شيعي وحب علمي دمي، أنا شيعي، أنا شيعي وافتخر باسمي، أنا شيعي، أنا شيعي وحب علمي دمي، قدوتي كل المراجع والنبي وآل دابه، والنبي وآل دابه، شيعي أنا شيعي أنا شيعي. المراجع نور واحد كلهم أسيادي، من نبع واحد نهجهم عترة الهادي، واللي يخالف ما نريده وهو المعادي، هدر الوالي أميري والولى بلادي، يبقى حبه يجمع الشيعة، يبقى حبه والله ما نبيعه، قدوتي كل المراجع والنبي
أنا شيعي أنا شيعي حب علم دمي أنا شيعي أنا شيعي وافتخر باسمي أنا شيعي أنا شيعي حب علم دمي ودي كل المراجع خذها مني الموالي وافهم الكلمة المراجع هم إن نجوم للأمة واللي عاديهم حقود وناكر النعمة الله بكتاب ارفعهم منبع الرحمة والشريعة والشريعة تفتخر بيهم والشريعة والشريعة تنورت بيهم قدوتي لكل المراجع أنا شيعي أنا شيعي وافتخر باسمي أنا شيعي أنا شيعي وحب على بدني قدوتي كل المراجع والنبي وآل أتابع شيعي أنا شيعي لا تقول أنا شيرازي وأنا سستاني لا تقول أنا إحقاقي وأنا روحاني خامنائي لا تقول هم خراساني لا تقول أنا تبريزي وأنا ميلاني كلنا شيعة كلنا شيعة واللهج واحد كلنا شيعة كلنا شيعة وحيدر القائد قدوتي كل المراجع شعري ناسيهم لكن أبياتي القصيدة ما توفيهم خادم لهم عمري كله بروحي يفديهم أدعي الله أدعي الله ربي يحفظهم أدعي الله أدعي الله ننعم بظلهم قدوتي كل المراجع أنا شيعي أنا شيعي وافتخر باسمي أنا شيعي أنا شيعي وحب على بدني قدوتي كل المراجع والنبي وآل أتابع والنبي وآل أتابع شيعي أنا شيعي أنا شيعي أقسم عليكم يا شيعة بجاه مهدينا فالنحام على الولاية كل يا دينة واجتهادات المراجع رحمة تسقينا حب أهل بيت النبوة بس ينجينا والمعادي والمعادي يسمعنا والمعادي والمعادي ما يفرقنا قدرتي كل المراجع أنا شيعي أنا شيعي وافتخر باسمي أنا شيعي أنا شيعي وحب علم دمي